بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء، السلام عليكم. اليوم في هذا الفيديو الأول راح نبدأ في الدرس الأول للوحدة الرابعة، تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن، وهو الدرس في الكيمياء. اليوم بإذن الله راح نتعرف على pH محلول مائي، pH d'une solution aqueuse. نبدأ بمفهوم pH. للتمييز بين باش نميزوا عفوا بين المحاليل الحمضية والأساسية، جاء العالم الدنماركي سورنس. هذا العالم هو دنماركي سورنس، أو بالدنماركية ينكتب سورنسن هكا افيك دوز. ها سي تان شيميست دانوا، كي نقولوا الدنمارك لا دنمارك، ها ونقولوا دنماركي ان دانوا، نكتبوا ان دانوا دنماركي. ها ستان شيميست دانوا، اي كيميائي، عالم كيميائي دنماركي. هذا جاء هذا العالم سورنس باش يميز بين المحاليل الحمضيه والاساسيه. واش دار؟ اقترح مقدار يدعى ب البي اش، سماه البي اش. وكنت قلت لكم في واحد الفيديو بلي كاين لي يصطلح يقول لك بلي اتفقوا بلي هذا الاسم جاي من بوتونسيال هيدروجين، البي بوتونسيال والاش هيدروجين. كما تصنف المحاليل المائية الى ثلاثة اصناف، عندنا محاليل حمضية حيث التركيز المولي لشردة الهيدرونيوم أسترو أو بليس يكون اكبر من 10^-7 مول على اللتر. عندنا محاليل معتدلة، التركيز المولي لشردة الهيدرونيوم يكون يساوي 10^-7 مول على اللتر. والمحاليل الأساسية أو قاعدية، التركيز المولي لشردة الهيدرونيوم يكون أقل من 10^-7 مول على اللتر. هذه الأرقام أعزائي الطلبة هي كما تلاحظون أنها صغيرة جدا، يعني من الصعب علينا التمييز بينها. لذلك اقترح كما قلنا العالم الدنماركي سورنس اقترح مقدار جديد يسمى بـ pH. إذن من أجل المحاليل الممددة يعني المخففة، حيث التركيز المولي لشردة الهيدرونيوم يكون أقل أو يساوي، يعني لازم هذا المحاليل اللي نعبروا فيها البي اش التركيز المولي تاعها يكون أقل لشردة الهيدرونيوم، يكون أقل أو يساوي 5^-2 مول على اللتر. ها إذن فإن من أجل هذا البي اش يعرف بالعلاقة التالية، بي اش يساوي ناقص لوج التركيز المولي ل شردة الهيدرونيوم، وهذا يكافئ أن التركيز المولي هذا لشردة الهيدرونيوم يساوي 10^-ناقص بي اش مول على اللتر. يعني ومشي اللي ذكرناه ينتج أن أنا كتبتها هنا باش يكونوا يعني في الوسط الحمضي بي اش يكون أقل من 7، يعني أن التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم تكون أكثر، يكون أكثر من أو من تركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد، يعني تكون شوارد الهيدرونيوم متواجدة بأكثر من شوارد الهيدروكسيد. أما في الوسط المعتدل بي اش تكون تساوي 7، ولاحظ أن التركيز هذا تاع الهيدرونيوم يساوي التركيز تاع الهيدروكسيد شوارد الهيدروكسيد. أما في الوسط القاعدي أو الأساسي بي اش تكون أكبر من 7، يعني أن التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم يكون أقل من التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد، وهذا يكون عند الدرجة 25 درجة مئوية. يعني نكتبوها هنا، قلت أني كتبتها عند الدرجة 25 درجة مئوية، تكون قيمة البي اش هذه تكون محصورة بين 0 و 14. يعني لاحظ 0 و 14، 0 ومن بعد تجي لهنا ومن بعد 7 ومن بعد يجي 14، يعني أقل من 7 يكون، لاحظ لو جينا هنا يكون الوسط، أي الوسط يكون حمضي، هنا في 7 يكون معتدل،
وبأكبر من 7 يكون قاعدي أو أساسي. عندنا المثال هذا، عندنا محلول مائي حيث التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم يساوي 10 قوة ناقص 4 مول على اللتر عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. إذا طلبوا منا مثلا حساب البي اش، بي اش أي بي اش واش يساوي؟ يساوي ناقص لوك في التركيز، يعني ناقص، لاحظ ناقص لوك 10، مادام التركيز يساوي 10 قوة ناقص 4، إذن يساوي ماذا؟ واش يساوي بي اش؟ لاحظ كيف نحاول الآن نستعمل الحاسبة العلمية لا كالكولاتريس سيونتيفيك. عندنا ناقص لوغ، هذا الناقص، ها هو الناقص، ها اللوغ وين راه، وعندنا لوغ 10 قوة ناقص 4 واش تساوي؟ تعطينا 4، ها يعني تساوي 4، أي تساوي 4 في هذا المثال. ها هو الجدول هذا أمامك، هذا الجدول يلخص لك يعني طبيعة المحلول المائي، سواء كان هذا المحلول حمضيا أو أساسيا أو معتدلا. لاحظ لنا شريدة الهيدرونيوم في الوسط المعتدل والحمضي والأساسي، وشريدة الهيدروكسيد كذلك. لاحظ في المعتدل كامل يساوي يساوي يساوي، في الوسط الحمضي يكون العكس، لاحظ يكون العكس بين شريدة الهيدرونيوم وشريدة الهيدروكسيد، لاحظ هنا كذلك. لماذا؟ لأن قلنا في الوسط الحمضي هنا لاحظ أنه شوارد الهيدرونيوم هذا التركيز تاعهم يكون أكبر من تركيز شوارد الهيدروكسيد. في الوسط الأساسي يكون أقل، هذا يكون أقل من هذا. لنرى الآن مثال. في المثال هذا قال لك نعتبر محلولين مائيين S1 و S2، S يعني solution 1 solution 2 تاليين، S1 لكلور الهيدروجين H3O plus plus Cl، أو بما يسمى حاليا لأن هنا رانا درنا الكلور في الماء، إذن نقدر نسميه كلور الماء، حيث التركيز المولي لشريدة الهيدرونيوم أسترو أو بلوس واحد، نسمي تاع الأس أن واحد وتاع الأس تو اثنين باش ما يتخلطونش، إذن يساوي واحد في 10 قوة ناقص اثنان مول على الليتر، ولا تقدر تكتبها 10 قوة ناقص اثنان مول على الليتر. الأس دو لحمض الإيثانويك سي أسترو سي أو أو أش، حيث أشتر وأو بلوس يعني التركيز المولي لهذه 2 يساوي 3.98 في 10 قوة ناقص 3 مول على الليتر. نبدأ بحساب البي اش لكل محلول، مادام عندنا تركيز نبدأ بحساب البي اش. مثلا هذا رانا مثال، عفوا دائما ننسى المسطرة. بي اش يساوي ماذا؟ يساوي ناقص لوغ التركيز المولي لشريدة الهيدرونيوم واحد، لأن تاع الأس أو هذا نسميه بي أش واحد، إذن يساوي ناقص لوغ ماذا؟ 1.0 في 10 قوة ناقص الاثنان. ومنه لماذا؟ لأن لوغ 10 قوة ناقص اثنان تساوي ناقص اثناني، والناقص مع الناقص إذن تولي لنا الاثناني، لأن لوغ ماذا كنت درت لكم فيديو تاع لوغ 10 قوة آن يساوي ماذا؟ يساوي آن، وهنا عندنا الآن تساوي ماذا؟ تساوي ناقص اثناني، إذن هنا يساوي لوغ ناقص اثناني ويزيد الناقص هذا، إذن تصبح لنا اثناني. كما كنا حسبنا الأربعة في المثال السابق، كنا حسبناها بالحاسبة. والآن pH اثناني للمحلول S اثناني الحمض الإيثانويك، أي يساوي ناقص لوغ تركيز المولي لشريدة الهيدرونيوم اثناني، أي يساوي ناقص لوغ لـ 3.98 ف
في 10 هو ناقص 3. هنا الحساب يختلف، هنا عندنا 10 قوة ناقص 3، اللوغ تاعها هو ناقص 3، إذن 3، إذن تولي لنا اللوغ هذا هنا يولي اللوغ 3، لأنه الضرب يولي زائد، لأنه يولينا على شكل كما شفنا في الفيديو يولي ناقص هكذا، أي لوغ 3.98 مضروب في لوغ 10 قوة ناقص 3، يعني هذا يولي 3 لأنه الناقص هذاك النحوه مع هذا يولي 3، إذن تولي لنا لوغ هذه زائد 3. إذن لو تحسب في الحاسبة إلا لوغ 3.98 وتزيدها 3، أو تحسب مباشرة في الحاسب. شو كيف تحسب مباشرة في الحاسبة؟ واش دير؟ عندنا ناقص، ناقص هذا مباشرة دخل المعطيات تاعك تخرج النتيجة تاعك لوغ، لكن هنا عندنا 3.98 ماشي كيما هذه، هذه نقدر ندير لوغ مثلا 10 قوة ناقص 2 تخرجها لي 2، أو لوغ 3.98 تخرجها نكتب مباشرة، لا هنا عندنا راه ضرب، إذن نحل القوس، إذن تولي لنا 3.98 عفوا راهي كتبت زوج ثلاثة ثم أيوا 3.98 في 10 قوة ناقص هذا ناقص 3، ونغلق القوس تاعي، إذن شحال تعطينا؟ تعطينا 2.4. هاي ندور العدد إلى 10 قوة ناقص 1، إذن تعطينا ماذا؟ 2، أي تساوي 2.4 هكذا صح. إذن ماذا نلاحظ هنا؟ ها؟ لاحظ واش نلاحظ؟ نلاحظ باللي pH2 أكبر من pH1، أي نلاحظ أن ال pH2 أكبر من ال pH1. إذن ما هي النتيجة اللي نخرج بها من هذا المثال؟ النتيجة أنه التركيز شاردة التركيز المولي شاردة الهيدرونيوم 1 للمحلول الأول شفناها باللي هي أكبر من المحلول الثاني، يعني لاحظ تاع الأول 10 قوة ناقص 2 والثانية في 10 قوة ناقص 3، إذن أكبر، هذا يؤدي إلى أن الـ pH 2 أكبر من الـ pH 1، لاحظ أن هنا كاين عكس، هذا يعني أنه كلما تزايدت قيمة التركيز المولي لشاردة الهيدرونيوم تتناقص قيمة الـ pH، والعكس صحيح، يعني نمثلها لكم هنا بطريقة أخرى، لاحظ. مثلا لو جينا وقلت لكم هكذا، لو درنا نمثلو هكذا H 3O بلس تركيز تاع شاردة الهيدرونيوم قلنا يساوي 10 قوة ناقص pH، هنا لاحظوا أنه كي تناقص هذا كي يتناقص هذا واش يصير له؟ هذا يتزايد عفوا الـ pH هذا pH يتزايد صح. أما كي يتزايد هذا واش يصير له؟ pH يتناقص، هذا هو المعنى تاع النتيجة هذه. الآن نشوف الجوداء الشاردي للماء أو نسموه بالفرنسي لو برودوي إيونيك شاردي إيونيك دو لو، لاحظ نرمزو له ب KE وهذا يكون عند درجة 25 درجة مئوية، حيث KE يساوي التركيز المولي لشاردة الهيدرونيوم مضروب في التركيز المولي لشاردة الهيدروكسيد يساوي 10 قوة ناقص 14، يعني هذا يساوي 10 قوة ناقص 14 عند درجة 25 درجة مئوية. لاحظ الجدول اللي هو أمامنا يمثل بعض درجات الحرارة
كما نرى أنه عند 25 درجة يساوي 1 في 10 قوى ناقص 14. يعني نلاحظوا أن الجداء الشريدي للماء يتعلق بدرجة الحرارة. لاحظ عند الصفر درجة مئوية، وعند 25، عند 40، 60، 80، يعني هذه أمثلة. واللي نخدم بها هي هذه عند 25 درجة مئوية. لنرى بعض المثال ولا مثالين ونعود نرجع للدرس. عندنا محلول مائي تركيز المول لشريدة الهيدروكسيد يساوي 2 في 10 قوى ناقص 2 ميلي مول على اللتر عند درجة 25 درجة مئوية. المطلوب منا حساب التركيز المولي لشريدة شوارد الهيدرونيوم. صح، نبدأ. عندنا لاحظ هنا شريدة الهيدرونيوم أي أش طروة تركيز المولي تاعها يساوي واش قلنا هنا؟ لاحظ من هذه العلاقة ك أو يساوي هذه مضروبة في هذه، إذن هذه تساوي ك أو مقسومة على شريدة الهيدروكسيد، إذن تساوي ماذا؟ تساوي ك أو على شريدة التركيز تاع شوارد الهيدروكسيد. إذا وقلنا عند درجة 25 درجة، إذا عند درجة 25 درجة ك تساوي 10 قوة ناقص 14 على التركيز المولي. هنا لازم يكون بالمول، احذر دائما يكون بالمول، إذا هذه هنا راهي بالميلي مول، دائما انتبه إلى هذه دائما. إذا نضربها في 10 قوة ناقص 3 باش نحولها إلى المول، إذا تولي لنا 2 في 10 قوة ناقص 2 في 10 قوة ناقص 3 جمع الأسس، إذا تولي لنا 2 في 10 قوة ناقص 5، ومنه تساوي يعني تولي لنا 10 قوة ناقص 5 طلع من فوق تولي 10 قوة ناقص 14 مضروبة في 10 قوة 5، إذا تولي لنا 10 قوة 9، 2 في 10 قوة 1 على 2 في 10 قوة 9 يعني تولي لنا 0 في الحاسبة، تكتب 0.5 في 10 قوة 9، ومنه تعطينا ماذا؟ هنا نكتبها كتابة علمية. لاحظ شفاء يعني بلا ما نستعمل الحساب نحسب هذه، ها هي هاي طلعت هذه 10 قوة ناقص 5 الفوق بقت لي 10 قوة ناقص 10 قوة 9 10 قوة ناقص 9 عفوا 10 قوة ناقص 9 إذن 1 على 2 هو 0.5، إذن واش تولي لي؟ تولي لي 5 في 10 قوة ناقص 10 مول على اللتر. يعني ننجم نحسب بعض الحسابات بلا ما نستعمل الحاسبة، يعني شفاهيا هكا مباشرة. إذن لاحظ هنا لو قالوا لي مثلا أحسب كذا ومن بعد قالوا لي أحسب ثم أحسب البي أش، بعد قالوا لي حسب البي أش، لهنا سهل أو مباشرة في الأول كون قالوا لي حسب البي أش هذا السؤال أوتوماتيكمون راح نحسب هذه باش نروح للبي أش، أي يساوي ناقص لوغ لوغ ماذا؟ لوغ أش طروة أو بلس، يعني اللي هي 5 في 10 قوة ناقص 10، ومنه شحال عطاتني في الحاسبة؟ لاحظ عندنا ناقص ناقص لوغ، ها هو اللوغ، نفتح قوس لأن 5 في 10 5 في 10 قوة ناقص 10، نغلق القوس شحال عطاتني؟ عطاتني 9.30، يعني ندور العدد إلى 10 قوة ناقص 2 أي أعطتنا 9.30. بي أش ما عندوش وحدة، بي أش قلنا ما عندوش وحدة. لنرى مثال آخر، قال لك محلول مائي البي أش تاعو يساوي 3.2 عند درجة حرارة 25 درجة مئوية. السؤال الأول مطلوب منك حساب التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم لزيون هيدرونيوم، وثانيا حساب التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد لزيون هيدروكسيد. نبدأ بشوارد الهيدرونيوم أشطر و أو بلوس أي تساوي 10 قوة ناقص البي أش،
يا أخي هكذا صح. إذن تساوي 10 قوة ناقص 3.2، ومنه لو استعملنا الحاسبة أحسب تشوف صبنا 6.3 في 10 قوة ناقص 4 مول على اللتر. والآن عندنا التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد او اش موا، هنا نستعمل الجداء الشاردي للماء. اذا يساوي ماذا؟ يساوي ك او على التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم هكذا. اذا يساوي يعني قال لك عندها درجة 25 درجة، اذا 10 قوة ناقص 14 على هنا 6.3 في 10 قوة ناقص 4 تساوي، إذن هنا لاحظ كيف تحسب، هنا عندك 1/6.3 مضروبة في 10 قوة ناقص 14 في 10 قوة 4، لأن هذه طلع الفوق تولي 10 قوة 4، إذن تولي مضروبة في ماذا؟ في 10 قوة ناقص 10. ها هي 1/6.3 يعني شعلة أعطتنا هنا، أعطتني في الحاسبة 1.58، 1.58 في 10 قوة ناقص 11، لأن 1/6.3 يعطيك 0.158، ودورنا العدد، إذن مول على اللتر هكذا. لاحظ بلي أمثلة بسيطة وسهلة، يعني تعرف لاباز تاع البي اش هذا كيفاش تحسب، وافيريوم يعني احنا طالعين مع الدروس، يعني الدروس تكون سهلة ماهيش صعيبة، وتكون راجعت الفيديو الخاص بمراجعة الأحماض والأسس، يعني ما شرحت يعني الوحدة هذه راح تكون بإذن الله سهلة جدا جدا. وهذا الوحدة عندها علاقة بالوحدة الأولى، يعني راح يكون كاين علاقة بينهما إن شاء الله. لنرى الآن طرق قياس البي اش لمحلول مائي. عندنا بواسطة جهاز إلكتروني يسمى البي اش متر، لو بي اش متر. في هذا الجهاز يكون القياس أدق، كما هذا النوع من الأجهزة اللي راهو أمامك في الصور، أو ديجا راهو مكتوب هنا بي اش متر صح. ويكون كذلك بواسطة ورق البي اش. قبل ما نكمل، بواسطة جهاز إلكتروني كنا شفناه في السنة دروس سنة ثانية، يعني ما شرح نتعمق فيه وكيف يستعمل إلى آخره، يعني نعطيك إلا طرق القياس بي اش لمحلول مائي. قلنا بواسطة جهاز إلكتروني بي اش متر، وكذلك بواسطة ورق البي اش لو بابي بي اش أو أحد الكواشف اللونية لي زانديكاتور كولوري، نورمالمون هنا اس اس، حيث يكون القياس بقيمة تقريبية. لاحظ بالبي اش متر يكون القياس أدق، أما بواسطة البي اش ورق البي اش والكواشف اللونية يكون القياس بقيمة تقريبية، ونموذج من ورق البي اش. لاحظ هنا وين كاين السبعة هنا نوتر يعني معتدل، وهنا من الستة وهبط حتى الواحد يعني أقل من سبعة، أسيد يعني حمض، وأكثر من سبعة يعني من ثمانية حتى 14، بازيك يعني قاعدي أو أساسي. أما هنا بالنسبة للكواشف اللونية، وشن هي هذه الكواشف اللونية أو ليزانديكاتور كولوري؟ هي عبارة عن مركبات عضوية قلناها في السنة الثانية، تأخذ لونا في الوسط الحمضي، هي مركبات عضوية كي نديروها في الوسط الحمضي راح تأخذ لون، وكي نديروها في الوسط القاعدي تأخذ لون آخر. هذا الكواشف اللونية هذه كي تكون يعني نرمزوا لها، كي تكون مثلا في يعني في صيغتها الحمضية، يعني كي تكون في صيغتها الحمضية نرمز لها ب اش عفوا اش
اي ان يعني ان كولور هكذا اكو هكا. وكي تكون في صيغتها القاعديه او الاساسيه قاعديه نرمز لها ب اي ان مو اكو هكذا. يعني نقدروا نكتبوها لو كتبنا على شكل ثنائيه تكون على الشكل التالي، لان الحمض دائما اي اسيد باز حمض اساس اي ان اكو هكذا اي ان مو هكا اك. يعني هذه لو جينا كتبناها على شكل ثنائيه. ولاحظ عندنا من الكواشف المعروفه لها الهيليانتين، عندنا الهيليانتين وعندنا لو بي بي تي لو بلو دو بروموتيمول ازرق البروموتيمول لو بلو دو بروموتيمول يسموه بي بي تي بلو دو بروموتيمول او باللغه العربيه ازرق البروموتيمول و الفينوفطاليين الفينوفطاليين كذلك هذوما من الكواشف الثلاثه اللي معروفه. هناك كواشف اخرى لكن اللي مستعمله اكثر هي هذه الثلاثه. اعزائي الطلبه الى ان التقي بكم في فيديو اخر في نفس الوحدة الرابعة، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.